جايزتها. نقول صباح الفل يا ميكو. ميكو وعرفت تروح ماهي؟ كان عندها مشاكل هنا. فين ماهي؟ ميكو انا بحب ميكو قوي. هما بيدلعوني يقولوا لي يا ميكو، على فكره انتوا ما بتدلعونيش. تعالوا بقى نتعرف على اصحابنا. انت اسمك ايه؟ رودينا. عمرك كام سنه يا رودينا؟ 7 سنين. 7 سنين. وانت اسمك ايه؟ روفين. روفين؟ ايه الاسم الحلو ده؟ عمرك كام سنه؟ 3 سنين. التلاته دول اللي هما ازاي؟ 3 سنين ونص ولا 3 سنين؟ لا 3 سنين ونص. اخر كلام. طب انتي اللي جاوبتي؟ امال مين؟ هي انتي جاوبتي؟ السؤال بقى عشان اول ما يتخذ من تيبا عشان اغلب بلاد. مين؟ امن خطب التاني. مين؟ امن خطب التاني. دي صعبة اوي. ده مين اللي جاوب السؤال ده؟ بابا. بابا؟ وانتي عملتي حاجة؟ انتي عملتي حاجة؟ ما عملتش حاجة. طب مين هيفوز؟ انا. مبروك، مع ان بابا عمل كل حاجة. مبروك. هتفوزي لوحدك طيب؟ لا روفين معايا. هتفوزي معاها؟ هتفوز معاها. طيب احنا هنغني؟ هنغني. هما محضرين اغنية حلوة قوي. نقول؟ يلا. بصي بقى يا ماما سلمى، هي بتغني وهي بتمثل الاغنية. ماشي؟ فهنركز معاها وهي بتغني ونركز معاها وهي بتمثل الاغنية. يلا مين هيغني؟ أنت الأمان، أنت الحنان، تحت قدميك لنا الجناء. عندما تضحكين تضحك الحياة. أمي أمي تبدو قلبي نبع الحياة. الله، حلو قوي حلو قوي. مين محفظك الأغنية دي؟ ماما ولا في كيجي ولا في الحضانة؟ لا في الحضانة، بس الناس مش علمتها لي. الناس ايه؟ مش علمتها لي. مش هي اللي معلمها لك؟ لا. امال مين؟ انا اللي علمتها لوحدي. لوحدك؟ ازاي لوحدك يعني؟ من التلفزيون ولا في الحلم ولا فين؟ لا انا علمتها لوحدي، مش يعني كده. طب ومين دي؟ دي سلمى. دي مين؟ اسمها سلمى. دي ايه بقى، صاحبتك ولا اختك؟ انتوا قرايب؟ لا دي اختي. دي اختك ودي مين؟ انتي مين؟ اختها. انتوا هتتوهوني بقى. خلاص كده؟ اختو مين اخوات دلوقتي؟ انا تهت. طب احنا هنحل الموضوع ده بعد الهوا. عايزين تقولوا حاجه بقى ولا نمشي؟ ده انت خبي يعمل ازاي؟ قلبي. دي انت خبي يعمل ازاي؟ قلبي. هتقولي ايه بقى عشان نعمل باي باي؟ هقول شكرا مثلا. شكرا يا بنت، كل سنه وانتوا طيبين. انتي طيبه. انتي هتقولي حاجه ولا نعمل باي باي؟ لا نعمل هيك. نقول حاجه؟ انت كنت بتشتغليني. عايزه تقولي ايه طيب؟ باي باي ماما سلمى. باي باي يا بنت. باي باي. هتقول حاجه فهتقول باي باي. ماشي. باي باي ماما سلمى. باي باي بنتك. نعملهم باي باي. يلا نعملهم باي باي. باي باي. باي باي.